السلام عليكم. في هذا الروبورتاج كما كتشاهدوا هذا هو سد ديال الويدان اللي كيقولوا عليه وكيديروا ليه اشهار في التلفازه وفي مجموعه من المواقع. كما كتشوفوا الارض قاحله كيفما كتشوفوا شوفوا الارض كديره قاحله جدا. يعني ما كاينش واحد البنيه تحتيه. شوفوا الناس فين واقفه. يعني السيارات ديالهم ولا جات شي عائله بوليداتهم. واحد الشاهد عيان ولا جات شي عائله بوليداتهم ما عندهم لا ما ياكل يلاه كاين حانوت. ما كتشوفوا الشاهد عيان ربما خصك تمشي ليه تلقى حانوت بعاد نورمالمون هذه منطقه سياحيه. اخ عزيز شنو المعاناه اللي لقيتي في هذه المنطقه اللي سميتها بين الويدان؟ بين الويدان خويا واش اول مره كتجي ليها ولا اول مره واخر مره؟ نعم نعم يعني كتجي ليها ربما وقف حدا القنطره ديال السد هذا وتما تمنظر ونزل لشي حالات لان هنا ما كاين فيه تريح ما كاين فيه تلفاز. راجي مخزوني في هذا الشجر هذا. بالنسبه لهذه الحراره واش مناسبه للناس هنا او يعني فيها واحد لو ريسك على الناس اللي عندهم عائلات عندهم اطفال؟ عنده وليدات ولا عنده شي مراه مريضه ولا امه ولا يعني غادي العقل. يعني كيف ما كنلاحظوا ما كاينش واحد البنيه تحتيه ما كاينش يعني باراسولات يعني ولا سفليه ولا شيطيه ولا نعم نعم ولا اماكن خاصه بالتغذيه يعني الناس ما كيتغداوش هنا. كاين عطاونا الحرار والمناضه هنا صار يعني ما مجهزش كاريمون هذه المنطقه يعني كيبان. نعم. قلت لكم الاشهار منطقه سياحيه منطقه يعني غير يعني منطقه فيها غير براج صافي براج و... نعم 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 اذا كيف ما سمعتوا الشاهد عيان كيدلي التصريحات ديالو بان هذه المنطقه رغم الجمال ديالها ورغم توفرها على المياه اللي موجوده بكثره الحمد لله ولكن الناس ديال المنطقة ما مهالينش فيها يعني ما كاينش بنية تحتية. كنصح الناس اللي غيزوروها ان شاء الله يكونوا مجهزين بباراسولات بمواد غذائية وحبادة لو كان يعني الناس اللي عندهم شومبريرات اللي غادي يقطعوا بهم الواد. واحد المسألة اللي لاحظنا ان غلاء ديال الكراء ديال التجهيزات هنا. الاخ عزيز كان بغى يكري جيت سكي بشحال لقاه؟ قال لك اخويا ربع ساعة ب 200 درهم، اللهم ماشي نكري الطيارة. ربع ساعة ب 200 درهم؟ خيال خيالي هاد الأثمنة خيالية كيف ما كتلاحظوا. فمن هذا المنبر كننادي الناس المسؤولين باش يقوموا بهذه الجهة ويوفروا إمكانيات خاصة للناس ديال الدوار باش تا هما يترزقوا على الله ويكون أثمنة مناسبة باش الناس السياحة الداخلية تنشط. كيف ما كتلاحظوا ف 200 درهم راه ربع ساعة يعني شي حاجة اللي مستحيلة وشي حاجة ما كيتقبلهاش العقل. وكنتمناو